بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي من البدون كجوكتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا بهذه السكالة نعموينكي سفراه بضن أن لكوكو بكرين نسيي ربي سبحانه وتعالى يا ورسانينا إنو نو كرديو أو نو زيادي ما شاء الله. والله سعودة هذا كلمة ذي ديرتا وحيكو صاحب سانتهاي حديث ووليي الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه وارضاه. صحابي الجليل كا وحوي من النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوكوري يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وحوكوري رسولك إلهي وحديثنا هذا هضل أنا نقف قدنب وقداش هذا أوي دينين أنا ورسانين سببت وصحابه انتو نبي عليه الصلاة والسلام جوغي عيد كلاته وحلا ورسانيو وحلا ويدينيو فتوب بحين هي استفتاء اللي هو قلت لك مجر الله سبحانه عليه الصلاة والسلام ويه كي صحابيه نبي عليه السلام 24 أو سرجوه نبي عليه السلام بو إيمانية كي ميل لردقن نبي عليه السلام بو إيمانية كي رير بادية سبحانه عليه السلام بو إيمانية سببتوا أسقى وحيك عانتك وإله يسود ديبي ما شاء الله. مركه وحاو كيري قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي شرقرين كشرقرين وحدي ترى هذا بقول هذا الآن قفك لا تقداش هذا ورسانين. نبينا عليه الصلاة والسلام وحوكوري قل آمنت بالله ثم استقم. سفيانو وحاتر هذا إلهي بان رميين آمنت بالله إلهي سبحانه وتعالى بان رميين ثم استقم كدي من التوصلو. سبحان الله رواية كان عسلا وحوكوري يا رسول الله أخوه ما تخاف علي وحد يبقنا يسمحيهن عسلا وحوري لسانك سيشاري كف عليك هذا وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وحول لسانك هذا إلى علي. الإيمان بالله أن غدا وأونه ونؤمن بالله إله رميس ملائك تيسا كتب تيسا رسول شيسا وحو إله قدري ما لنت قيامه مغيبي كل وحو يقف المؤمن كان لقربه ونك صحابي ومنك ربادية وإيمانية السلام وإيمانية وحولية وحتى هذا لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إسلام كيسوا تام عظيم. مرجع إيمانك إسلام أهل العلم وحيد هذا دايما كرمانه ويكرر تجان ومعنا هذه هالمية اللي قوشة غنا من إسلامك وحوية أركان الإسلام إسلام الخمسة أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله إقصاد اللي هو زكاة اللي بحيه صوم خلا صومه حج كل هذا إيمانك روحه نقرية إلهي الرميو قيامها ملائكته كتبته وحو إلهي قدري إيه محال الله إلهي سبحانه وتعالى لهذا أركان الإيمان. مركا قفوا مركو إنه إيمان كيسا إلالي أو وردي ولا غير مارمان محال يا أوسع نوح ثم استقيم نحس السلام وحوكوري كدبنا توصنو وبدأ إلهي سبحانه وتعالى قل توصنو إلهي سبحانه وتعالى مؤمن تسا أموري وحنو أموري في لداعة الله عز وجل إن إلهي سبحانه وتعالى يضيعان وإلهي سبحانه وتعالى يقاسمان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقنا ما أريد أن يدعمون. مركا حد يجي سنة تاني مركا قفوا إنه هذا مهم ماذا إلهي سبحانه وتعالى ونقله وحويا إلى إلهي أنا ضيعنه صح الدنيا تعميرنا ونفتح ذو شقي سنو والله جماربان إزديه ما يسوا عندنا إلهي سبحانه وتعالى إن قلبي وإيمانك يا الله كعبسي وكبره قعدت قفوا الدنيا وكل شقي سوا إزديه ذي ما مركا إمام النسائي وحوسو صاريا في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مركا سبحانه دسك آيات إن الذين قالوا ربنا الله دسك إلى هذين الله سبحانه وتربيه الألوي كدما استقام السلم وعور قد قالها أكثر الناس قد قالها الناس دسك بضن خذوا إلى هذين ثم كفر أكثرهم لكن بضن خذوا قالوا بين ويديدين إن يوه قال سمان فمن مات عليها رواية فهو من أهل الاستقامة قفك أسقوا له ربي الله ثم على استقامة طاعة الله عز وجل ودد إلهي كنت أغم كل انت وحوليه محل أهل استقامة مركا استقامة معنى ذو حوية
قفكو إنه وحو إلهي سبحانه وتعالى أوامري أولي ماذا أنت أود ديسا إلهي لا نكلف نفسا إلا وسعى قفكو وحو إلهي أمري إنه لي ماذا وأنت أود ديسا سبحان الله إيه وحو إلهي سبحانه وتعالى كحرمينا قفكو مؤمن كأو كدير أو ستة محرمات كيوغو محل حريج جمال إلا من الدرر قفكو محل بات أجيسي مويه تذكر تقول نوح المحرم بكين إلى يقول ماذا الحلال حلال وما أهلين لكن واجباتك إلهي فضلك يسير رحمة ديسا وحكي علي قفك وحو أبودنا إنه محال الله ولي ماذا وحو سنأبودنا إلهي لا نكلف نفسا إلا وسعى إلهي ولي وما جعل عليكم في الدين من حرج إلهي سبحانه الدين حرج إذا ما تنوه مسيين من قفه هديه محال الله قفه يلي رمضان هدي لقاله وسلم فدينه بحياة الأمر هذو قف استأكل دكان واي فدي كل دكان لي هذو فدي كل دكان واي وحال اللي جيف هذا كل دكان سبحان الله فضل من الله عز وجل يتي ما يشاء من عباده مركا قفك مؤمن كامرك إنا رهاد إنه قفك مؤمن كمان تقيامه إلهي سبحانه وتعالى وحق قرصنا سداء أكون ده تهدين ده إلهي أورتي إلهي محاك أي شيء قفك لو قرصنا ماي أذوق محاد بركات يا محال الله إيو كرامات الله عاطي سبحان الله كرامات إلهي سبحانه وتعالى أساب بحنية قفك مؤمن كوا حرمكني إنه ودده إلهي وكتوصل هذا dadku dad ilaahay u haysto oo madaalinta uu ka dheeraado dulmiga uu ka dheeraado xaraanta uu ka dheeraado ee maxal xadgudubta uu ka dheeraado daacada ilaahayna uu ku dadaar oo intii awoodiisa intaas ay muhiimad markay istiqaamad macnaheedu waxa weeyaan dadku barka arday fulan waa multasim am fulan waxa saxba kama jiraan dadku dhan waxa la amray in ilaahay u hoggaansamaan dadku dhan waxa la amray in ilaahay adeecaan dadku dhan waxa la amray in ay subax calaam salaam raacaan dadku dhan waxa la amray in ay nabiga calaam salaam ku daydaan marka ama sheekh iyo shariif iyo nin wax yaqaan ninka qofka ilaahay adeeyo kaas ahlu khayr wuxuu doonaa noqon qof ilaahay diida ku caasiya caalim ha noqdo dee waxa uu qof khaldan weeyo maxaa la wadadi ka leexday marka waxaan u baahanahay maanta ama dadku u baahan yihiin waxa weyn an nastaqima ala da'ati llahi azza wa jalla dadku inay maxaa la hay da'ada ilaahay ku toosnaadaan dadku waxay u baahan yihiin inay ilaahay u hoggaansamaan dadku waxay u baahan yihiin inay ilaahay subhanahu wa ta'ala adeeyo dadku waxay u baahan yihiin inay wax ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga xarimay aan ka dheeraano هدي أنت كريعة سوينا أو ضاعتنا وجه تبرتنا أن كنا نمانين وعو إلهي سبحانه أن غحرمينا أن كنا يرى الله وحبذا بأنه هذا مركا استقامتها نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك سبحان عليه الصلاة والسلام وحويا محال أعبد خلق الله عز وجل ددك وح إلهي عابده نينك أقوه ريه رقم واحد سبحان عليه الصلاة والسلام وها مركا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصلاة والسلام بو أركي أو غير كيسة يتنتي سعرك صبحان أهل الوعي عليه ciidada nabiga (NNKH) sallam garkiisa imaxisa ku taalay dhowr toban bay ahay xataa lawatan ma ayan gaarin markaas uu ku yiri araa ka shibta ya rasuulullah rasuulka ilaahay waxaan ku jeedaa ciraa ku gashay odayni ma macna ciraa ku soo gashay macna tintaadu way cadaaneysa sallallahu alayhi wuxuu yiri baa leey sheebatan yahuudun wa akhawatuha waxa uu u naxay sallam ee ciraa iga keenay suuratu hud iyo walaalaheeda riwaayada sheebatan yahuudun wal waaqi'atu wa idha shamsu kuwirat waxa ciray iga keenay suuratul muhalla yahud suuratu idha waqa'at alwaqi'a iyo suuratu idha shamsu kuwirat macna riwaayadaha aayadaha soo dhar ku suuradaas aayadaha ku jira kulligood waxay ka sheekay badankoodu ama qaalimadooda qiyaamaha iyo wuquufi inaa janna jannada iyo naarta ahwaasha naasu dadku siday noqonayaan ay ka sheekeynayaan subhanallah riwaayada ahlul ilm waxay leeyihiin walladhi shayyama min rasuulina sallallahu alayhi wasallam waxa ciray ka keenay في سورة يهود وحوي قول العزيز فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وحكاك يعني عرضه وحويا قول الله عز وجل عليه السلام فاستقم كما أمرت رسولك إلهي اتوصلوا سيد إلهي سبحانه وتعالى كوابري ومن تاب معك كوي أذيك محال الله كل طوبة كاني كوي إلهي رمي مؤمنين تهانا كو هدا كل جو كو ما تود إن يقول إلهي سبحانه وتعالى توبة أي إلهي ونزين كتوصل هذا مرك إخواني قفوا البعنا كرمي وحبه إنه وضد إلهي سبحانه وتعالى وكتوصل هذا تاسد وحلو قاري كرا قفك إنه وضد داره ضعاده وبديو إلهي أبريو توفيق من الله عز وجل الله إنه دعاده وبديو إلهي إله وضد داره نعسى سلامة عيسى وحكمته يا مقلب القلوب ثبت قلبي عادين الله محال الله قلوته بتبدلو إلهي وقلبك يدين تكسو سلاسة أيوك إلهي كبر جري سلاسة إلهي كنت وجري مركا إنا إلهي تونه حاب قبل صبح يقال ساعد والبا وقت والبا إنه إلهي سبحانه وتعالى ونهنوليو هدو إلهي نهنوليو عندنا بعدين كرت مالك إلهي سبحانه وتعالى حوسينا إنه أدوية آخرة عزي إشارة نغدو إلهي ونهنوليو خيرك إلهي ونوافجيو أما ضمن صالحين إلهي ونغدو
دعية دبك إلهي نواقاضو عذرك إلهي نواقاضو عفاد إلهي نوبدلو ومد إلهي مدباديو ميرب إلهي خير وكدقو ودبك إلهي نواقاضو. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.